بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج ومنكم نستفيد. في هذه الحلقة راح نتكلم معاكم عن الإيجابية في حياتنا. كل إنسان وده أن يكون عنده المشاعر الإيجابية. كل إنسان يتنسم على هذه الأرض وده أن يكون إنسان إيجابي ويشعر بالإيجابية في حياته. فمنهم من عرف أساليبها ومنهم ما زال يبحث عن هذه الأساليب وأدوات الشعور بالإيجابية. في هذه الحلقة راح نقول لكم بعض الأفكار والنقاط المهمة للشعور بالإيجابية. سؤال مهم: من هو الإيجابي الأول في الحياة؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له في خصال الخير والكمال الإنساني. الإيجابية الآن يعتبر علم مستقل يعرف باسم علم النفس الإيجابي أو السيكولوجية الإيجابية. هو علم قائم بذاته، موجود أبحاثه ودراساته على مستوى العالم. ومؤسس هذا العلم هو مارتن سليجمان، هو مؤسس علم النفس الإيجابي. فتعتبر أبحاثه ودراساته وكتبه منتشرة على نطاق واسع. فحلو أن الواحد يطلع على هذه العلوم وهذا التخصص بالذات علم النفس الإيجابي. بنعطيكم أدوات معينة على العمل الإيجابي. أول شيء التحلي بالصبر والحلم، عدم الاستسلام للعواق والموانع التي تكون حاجز عند قدامنا أمام التغير للأفضل. في هناك أقوال كثيرة، منها قول أحد السلف يقول: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. المداومة على فعل الخير والعمل الصالح وإن كان صغير، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يضع البركة في العمل القليل المستمر. الأخذ بالأسباب من أجل التغيير إلى الأفضل، وهي سنة وضع الله عز وجل عباده. مجموعة دعم إيجابية، نقصد فيها مجموعة الدعم الإيجابية يكون عندك أصدقاء سعداء ومتفائلين وعندهم الإيجابية كثيرة في حياتهم. تكون عندنا هذه المجموعة وتساعدنا على التغلب على كثير من العراقيل. والشخص المبتسم ينتزع منك الابتسامة وانت ما تشعر. فنصاحب السعداء والمتفائلين في الحياة. في مثل يقول: من جاور السعيد يسعد. نعمة الصحة، نعمة الصحة كثيرة، هي نعمة الصحة كثيرة في حياتنا لا تعد ولا تحصى. يحكى أن هناك رجل ذهب إلى أحد العلماء يشكي إليه فقرة، يقول: أنا فقير، يبي نصيحة من هذا العالم. فقال العالم: أيسرك أن تكون أعمى ولك 10,000 درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال: أيسرك أن تكون أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال الرجل: لا. فقال: ألك أيسرك أن تكون مقطوع اليدين والرجلين ولك 20,000 درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال: أيسرك أن تكون مجنون ولك 10,000 درهم؟ فقال: لا. فقال العالم: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك نعم بـ50,000 درهم؟ القراءة، ما نكتفي بالقراءة المتخصصة أو قراءة الصحف، نقرأ في كتب المهتمة في علوم السعادة والإيجابية، وأيضا اللي تعطينا بعض الأساليب والأدوات اللي تساعدنا على الشعور بالإيجابية والسعادة وتلهمنا في الحياة. العطاء، السعادة في العطاء أكثر من السعادة في الأخذ. العطاء ترى صوره وأشكاله كثيرة، مو شرط يكون العطاء في المال في الفلوس، يمكن تقدر عن طريق الكلمة الطيبة، لما تساعد إنسان، لما توجه إنسان بكلمة بنصيحة وتقضي حوائج الآخرين. هذه صورة العطاء كثيرة، مو شيء واحد وهو العطاء في المال. إسعاد اليتيم، نسعد الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. أذكر مرة من مرات طلبوا مني أن ألقي محاضرة لصم البكم، وكنت سعيد لتقديم هذه المحاضرة لهم. ووجدت من خلال هذه المحاضرة السعادة منهم والانبساط، فلأن يشوفون أن في واحد يحب أن يندمج معاهم وما يشعر أن في فرق ولا اختلاف بيننا. فهذه صراحة كانت من إحدى التجارب المميزة والثرية في الحياة.
الضحك، ان الواحد يضحك ويبتسم، نشاهد بعض المواقف او المقاطع الكوميديه اللي ما فيها اذى ولا استهزاء بالاخرين. والابتسامه والضحك ترى تغسل النفوس، الابتسامه، البشاشه والبساطه امر محبوب عند كل البشر. ولعل شيء بشيء يذكر ان الضحك مطلوب ولكن باعتدال. الابتسامه تكون عادي، تكون من غير سبب، تكون عادي من غير سبب، ونبتسم كثر ما نقدر، لان في ديننا احنا الابتسامه تعتبر صدقه. عندنا في تاريخنا الاسلامي نماذج كثيره للمرأة الايجابيه كثيره، وخلال مشاركتها مع الرجال في ميادين العلم والعمل والدعوه وغيرها من الامور. وايضا نشوف في نماذج ايجابيه من الشباب، عندهم مبادرات، عندهم مشاريع، عندهم نجاحات فرديه على ارض الواقع. نشوفهم في الملتقيات، نشوفهم في المعارض، هذه تعطينا دلاله على ان هناك اناس عندهم طاقه ايجابيه وعندهم ادوات معينه على العمل الايجابي. فخلنا نتعلم ونستفيد من هؤلاء الناس والشباب والنماذج الكثيرة في الحياة. هي نماذج كثيرة، نقرأ عنهم، نستفيد ونطلع على تجارب الغير. وأيضا ما ننسى أن احنا نمارس هذه الإيجابية في حياتنا. ممكن احنا ما نقول أن الواحد ما يصاب بالحزن أو بالضيق، كل إنسان يواجه في هذه الحياة، الحياة فيها تقلبات، فيها ظروف مختلفة، ولكن الجميل بالإنسان أن يكون طول وقته متفائل ويتفائل ويكون إيجابي في حياته. هذه كانت تغطيتنا لهذه الحلقة. نتمنى أنكم أنتم أعزائي المشاهدين تطبقون هذه التمارين وهذه التطبيقات الكثيرة. مثلا وجود دعم إيجابي، الدعم الإيجابي نقصد من أشخاص والناس المتفائلة والإيجابيين في الحياة. ما كثر تلقاهم، لا أحد يقولك إن إحنا ما نلقى الشباب الإيجابيين، بالعكس موجودين بكثرة، ولكن نعرف إن وين موجودين. موجودين في الأندية الرياضية، موجودين في الملتقيات الثقافية، موجودين في أماكن مختلفة. نقعد وياهم ونستفيد ونتعلم ونشارككم، وما بالعكس ترى هي العلاقات جدا جدا مفيدة بتكوين العلاقات معاهم، ونبادر بتكوين علاقات. ممكن هو ما يبي يتعرف، ولكن أنا أحاول بما أن أنا عندي القدرة على الشعور بالإيجابية وعندي القدرة على التعارف، بأن أكتسب علاقات، أكسب علاقات كثيرة من خلال مشاركتي معهم، وأيضا من خلال اللقاء بالأشخاص السعداء والمتفائلين في الحياة. وجود المجموعة الإيجابية جدا مهمة في الحياة. نتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نودعكم على أمل التلاقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.